نرجع معكم للبلاتو. شكرا لك ألفة. نواصل معكم في هذه المداخلة اللي بتكون الأخيرة مع ثلة من الضيوف اللي يحضروا معنا لهنا في البلاتو في معرض تونس الدولي للكتاب، وقاعدة نواكب ونشوف في الزوار قاعدين يتوافدوا على المعرض بالتوازي، وحسب ظني أنه وتيرة الأقبال قاعدة تمشي وترتفع. مازال اليوم نهار السبت الويكاند، برشة توينسا يهبطوا في الويكاند يجاو زوروا هذا الفضاء المهم اللي يعتني بالكتاب، وخلينا بالحق تونس كل تحكي وتتحدث على الكتب. سعيدة جدا نستقبل معايا في البلاتو الآن سي لحبيب صالحة، جامعي ومشرف على الندوات. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا، مرحبا بالتلفزة التونسية، مرحبا بكم، لأن رحاب الكتاب التونسي قدمناه بسرعة وأجمل ما في المعرض. وكما ننساوش كباراتنا اللي كبر مع جيل المعرض ما مشي له للدار، ما صار من المعرض إلى الدار. مشينا توفيق بكار، مشينا هشام جعايت، مشينا رفرش شوشان. قبل ما نتحدثوا سي الحبيب خليني نرحب بالضيوف ومن بعد نتحدثوا. ايوا عندك حق، عندك حق. يعيشك، مرحبا سي الحبيب. رحبوا زيدا بسي محمد معالج، هو ناشر وعضو الهيئه المديره لاتحاد الناشرين التونسيين. مرحبا بك سي محمد. شكرا على هذه الاستضافه، وشكرا لكل مستمعي ومستمعات التلفزه الوطنيه. متابعين واللي يتفرجوا فينا زيدا. متابعين. شكرا لك سي محمد. نرحبوا بمدام سماح اليحيوي كهيئه مديره بوزاره شؤون المراه والاسره. اهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا سيدتي الفاضله، وشكرا على الدعوه اللي بفضلها باش يتم تسليط الضوء على مشاركتنا، وتحيه الى مشاهدي ومشاهدات التلفزه الوطنيه. مشكوره جدا مدام سماح. باش نتحدثوا بالتوازي على اهميه الكتاب صحيح في حياتنا وفي حياه التوانسه، باش نتحدثوا على السياسه الثقافيه، هل هي تدعم رؤية المعرفة في أنه الناس اليوم تقبل ويولي الكتاب عنصر أساسي في حياتها كما وليت التليفونات عنصر أساسي في حياتهم؟ هل أنه اليوم مهم ومهم جدا أنه نوازنوا ما بين الثقافة وأيضا التربية وأيضا إدماج المناهج التعليمية والأدبية في التربية التعليمية متاعنا؟ الغزو التكنولوجي اللي اليوم أصبح أيضا ياخو ويسرق ممكن الأضواء من الكتاب، هذا يكون نحاول نتحدثوا عليه. الكتاب ودور النشر والمشاكل اللي يعانيوا منها بعض الناشرين أيضا هذا نتحدثوا عليه في الكتاب. لكن باش نبدأ معك سي الحبيب، قلت لي معناتها وقت اللي الناس توصل مرحلة عمرية معينة ممكن ما تنجمش تجي للمعرض نوليو احنا نمشي ولها. أنا حبيت نقول اللي بعجالة علينا نصنع القارة في تونس كما نصنع مقروض القروان وكما نصنع أشياء غريبة تونسية. تونس لم تصنع القارة، معناش جائزة التلاميذ والطلبة في الجمهورية التونسية. السنغال عندها، فرنسا عندها، كيفاش فرنسا تعطينا جائزة جونكور قائمة قصيرة طويلة؟ وين تونس؟ فبشرى الدورة هذه بعثت جائزة التلاميذ والطلبة في الجمهورية التونسية مع وزارة التربية، وزارة المرأة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتحاد الناشرين، اتحاد الكاتبين، اتحاد الكتاب. هذا خبر صار، القارئ يصنع ولم نصنع القارئ. والله يعطيك الصحة سي الحبيب الحقيقة بالحق، لأنه نتابع زادة عن طريق معناتها المدارس وأبنائي يدرسوا زادة في المدارس، تلقى دائما ثم الجائزة الأدبية في اللغة الفرنسية، وإلا تو الجائزة الأدبية في اللغة الإنجليزية. العربية معناتها مش معقول، شو معناها هي جائزة التلاميذ؟ 24 ليزوز، آلة الحداثة، نحطوها في كل ولاية وحيدة، ونصبوا فيها النصوص القصيرة مع حقوق المؤلفين. وهما عندنا لجنة علمية في كلية المنوبة والفنون الإنسانيات تختار 10 القائمة القصيرة وخليهم يقرأ ويختار، وإن شاء الله في الدورة 39 نعلنوا، والتلفزة الوطنية هي بيت وهي أم التلفزات، نعلنوا على أول جائزة التلاميذ والطلبة في الجمهورية التونسية. علما النسخ ينجح ولي 400 ألف نسخة، واللي 500 ألف نسخة، مش كيما توا أو 100 أو 200 ونصف الكتاب. شكون يدفع الثمن أو بناشر بحذايا؟ ساعات يدفع المؤلف. طيب جدا سي الحبيب، بعد باش نرجع نتحدث معك على القفة هذه المعبية بالكتب، من بعد نتحدث معك سي محمد معالج أهمية الكتاب اليوم في حياتنا، وأنت صاحب دار نشر، دار كلمة للنشر. اليوم هل أنه الناشر يختار الكتب اللي نقولوا احنا ينجم يروج لها والا تلقى مبيعات اكثر، والا معناتها الناشر اليوم دوره الاساسي انه ينشر الكتب مهما كانت الكتب هذه النوعيه نتاعها؟
شكرا فاطمة على هذا السؤال. شوف نحب نوضح حاجة مهمة برشا، اللي انت ذكرت توا حاجة اللي واخذينها بالغلط، اللي هو راهو الناشر مش دوره انه يطبع الكتاب، لا صحيح دوره يختار، ودوره ثم إضافة يقدمها للكتاب فيما يخص يعني لما المؤلف يجيب نص للنشر، دور الناشر انه يصحح هذا النص لغويا، يعمل له التحرير، يعمل له التدقيق، المراجعه الى غير ذلك من طرف مختصين كل في مجاله، وهو اللي تقع اضافه الناشر. وبالطبع الناشر لما يختار يعني البرنامج النشر ويختار المنشورات اللي مش يصدرها في عنده برنامج، يقول انا سنا عندي برنامج مش يصدر 50 عنوان، كل 50 مقسمهم على حسب يعني خطة النشر نتاع الدار نتاعو. هوني مهم أيضا أنه الناشر التونسي يفكر أنه لما يختار هذه العناوين ما يفكرش كان في السوق التونسية فحسب، لازم يفكر أنه هالعناوين هذه يمكن تسويقها في المعارض العربية وفي الوطن العربي، لأنه السوق التونسية سوق ضيقة في مجال الكتاب الثقافي والإبداعي، ونلقاو اللي الناشر بالحق يلقى صعوبات مادية نظرا لضعف مبيعات وترويج الكتاب هذا الصنف من الكتب. هذاك علاش برشا دور نشر يبداو ينتظروا في تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب، يكاد يكون باش ينجموا يروجوا للأعمال. يكاد يكون يعني تعرف سلسلة صناعة النشر فيها حلقات مترابطة مع بعضها، بداية من المؤلف أو المترجم وصولا إلى القارئ، مرورا بالناشر، بالمطبعي، بالموزع، بالمكتبي إلى غير ذلك، يعني مختلف حلقات صناعة هذا الكتاب. نلقاو اللي بالحق الناشر ثم حلقات تكاد تكون مفقودة، اللي هي حلقات التوزيع الممثلة في الموزع وفي المكتبة. وقت نقول مكتبة راهو المكتبات المتخصصة في بيع الكتاب الثقافي والإبداعي، وليست الكتبيات اللي تبيع القرطاسية. هوني نلاحظوا غياب هذا النوع من المكتبات، اللي بالحق دور الدولة دعم هذا المشاريع، دعم هذه المشاريع، لأنه لو كان جات مشاريع مربحة نوعية هذه المكتبات، لو كان جات مشاريع مربحة راهو المستثمرين نلقاو، مش نلقاو في كل ما بين قهوة وقهوة، نلقاو قهوة نلقاو مكتبة ثقافية، مكتبة نلقاو مكتبة. دونك هوني دور الدولة تشجيع في بعث مثل هذه المشاريع. عندنا الشقيقة مغرب مثلا، في المغرب هوني وزارة الثقافة عاملة مشروع لتشجيع بعث هذه المكتبات، تشجع يعني اللي يبعث. وهوني في تونس مثلا نلقاو غياب هذه المكتبات، وبالتالي القارئ حتى كان ثم قارئ، اللي هي حلقة ضعيفة أيضا، وسي الحبيب حكى على صناعة القارئ اللي هي دور مهم جدا، يعني هذا برنامج كامل يبدأ من الصغير من اللي تولد حتى لين مرورا بالمدرسة إلى غير ذلك. نلقاو أنه هذه المكتب حتى كان ثم قراء ما يلقاوش الكتاب، وين يستناو هذا 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 التظاهرة هذه اللي هي معرض تونس الدولي للكتاب، باش يزوروه وباش يقتنيوا الكتب اللي حاشم بيه. طيب سي محمد، مدام سماح يقول لك سي محمد انه اليوم دور الدولة انها تنخرط في السياسة الثقافية باش تنجم تشجع وتستثمر هي في الكتاب، إلى أي مدى نعتبر أن وزارة المرأة، شؤون المرأة والأسرة والطفولة اليوم منخرطة في هذه السياسة؟ شكرا سيدتي، وسي محمد محق في ذلك، وجميعنا نعي ذلك، لأنه مثلا مشاركتنا، مشاركة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في المعرض الدولي للكتاب أثار العديد من التساؤلات. ماذا تفعل وزارة المرأة؟ وهو سؤال تكرر كثيرا، يتكرر علينا في جناحنا. عندكم فضاء خاص؟ نعم، فضاء خاص بالمعرض. تبيعوا كتب؟ وإلا تعملوا ندوات؟
فعلا نحن لا نبيع وإنما نضفي مرئية على منشورات الوزارة باعتبارها تقريبا أكثر وزارة مصدرة للكتاب إذا ما استثنينا وزارة الثقافة. طبعا نلقاو لهنا الوزارة تنتج التقارير، الأدلة، المخططات، الاستراتيجيات، هناك البحوث والدراسات التي تنتجها مؤسسة الكريديف، ولكن أيضا لدينا المحامل البيداغوجية الموجهة للأطفال في الطفولة ما قبل المدرسية، نجد الحقائب البيداغوجية أيضا، نجد كراسات الطفولة، نجد الأدلة مثلا من الإنتاجات وإصدارات الوزارة التي تفخر بها الدولة التونسية وليس وزارة المرأة فحسب، هو دليل المربي ودليل الولي لدمج الأطفال ذوي طيف التوحد. هذه الأدلة الموجهة للولي والموجهة للمربي للتقصي المبكر عن الظاهرة، وأيضا فيها أنشطة وتوصيات كيف نتمكن من دمج هذا الطفل لنسرع في دمجه الدراسي والاجتماعي. لدينا أيضا آخر إصدار منذ أسبوعين تقريبا، ولابد أن هناك الرسائل القصيرة التي وصلت على الهواتف الجوالة اليوم يوصلوني. نعم نعم، هذا الدليل لحماية الطفل من مخاطر الانترنت، وهو دليل للولي وللمربي كيف نتابع أبناءنا ونراقبهم لكي لا يقعوا في فخاخ الانترنت. دليل هذا ان بي دي اف ولا موجود؟ ان بي دي اف، وهو ايضا موجود في نسخة ورقية. نعم، ايضا الذي اشتغلت عليه الوزارة منذ شهرين تقريبا وهي تعمم هذه التجربة هي بعث نواتات مكتبية في نوادي الأطفال وفي مركبات الطفولة، وهو في إطار الشراكة المبرمة مع وزارة الثقافة. نجد أيضا الكتيب، لابد أن سيل حبيب سيريكم النسخة، وهي نسخة قيمة جدا، هو موسوعة النساء التونسيات. نعم، موسوعة النساء التونسيات. نلقاو فيه بالضبط شنو؟ تلقاو فيه، أردنا من خلال هذه النسخة أن نسلط الضوء على النساء المنسيات في الذاكرة، ولكي نؤثث هذه الذاكرة بأعلام نسائية كان لهن الأثر، عميق الأثر في المسار وفي الحياة اليومية وفي المعيش وفي التكنولوجيات، الصحة وغيرها من المجالات التي اقتحمتها المرأة وكانت غالبا ما تكون هي الرائدة وهي الأولى على مستوى الضوء في برنامج فاعلات في المجتمع. على الرحب، برنامج ليهتم بالمرأة التونسية. على الرحب على الرحب. أيضا من بين منشوراتنا تجدون التونسيات الأولى والثانية، هذه اللي تم إصدارها أيضا مع البريد التونسي واللي عندها لوجيك آخر، لأنه الموسوعة هي النساء اللواتي أكملنا مسارهن. باش نرجع معك بعد قليل نتحدث بأكثر تفاصيل على الموسوعة هذه، موسوعة النساء التونسيات اللي هي معناتها الحقيقة كتيب قيم برشا. لكن نمشي قبل هذا كل، زميلتنا هدايا المسعدي موجودة في أحد الفضاءات، خلنا نكتشفوا يزم الحديث، خلنا نكتشفوا خلنا نشوفوا هدايا أكثر شفما في معرض تونس الدولي للكتاب. شكرا لك فاطمة، ونجدد التحية لكافة مشاهدي ومتابعي القناة الوطنية الأولى. كما مستنسين فاطمة أنت مع وزارة المرأة كنت تحكي أنك المرأة حاضرة اليوم في معرض الكتاب بقوة. عندي على يساري أم جابت صغيراتها، وعلى يميني جدة جابت أحفادها باش يكتشفوا معرض الكتاب ويستمتعوا بمتعة قراءة الكتب. للا جيت اليوم مع صغيراتك باش تعملوا دورة تشريوا كتب أحسن من الانترنت؟ أكيد أحسن من الانترنت، وهذه فرصة تتاح لنا مرة في العام، فبالتالي أنا ديما نحاول كيفاش نشجعهم باش يجيوا لهالمناسبة، باش يكونوا أكثر متوجهين للمطالعة خير من معناتها وسائل التواصل الاجتماعي ولا خير من التليفون. الكتاب كما احنا تربينا هو خير جليس، هذاك علاش انا اليوم هو سيتان سامدي انا ما نخدمش، دونك هذاك علاش جبت اولادي وحاولت باش انهم يكونوا كيف متواجدين باش ياخذوا فكره على الحاجات الجديده اللي تجب تكون متوفره عندهم. يعني هما بيدهم يلوجوا على بعض يعني السلسله العناوين، بعض العناوين وهو كذلك. اي سي اون اوكازيون زاد ليا انا باش نشوف برشا كتب معناتها سا مانتيغيس تو سكي ليفغ دو بي ان ال، التنميه البشريه، فما برشا حاجات جديده. دونك ان شاء الله ديما هالفرص هذه تتاح لصغيراتنا الكل ولشبابنا باش يكون اكثر قريب من الكتاب.
شكرا لك. للا من الام اللي جابت صغيراتها باش تحتفل بهم في معرض الكتاب، عندنا مامي جابت احفادها واحفادها يظل يدلوا عليها كما حبوا. اليوم مامي صباح الخير. مرحبا، يعيشك، صباح النور، يعطيكم الصحه، وفرحانين صغار بعدنا شويه على التليفونات على التلفزه على ليزيكرون اللي يحلوا عينيهم وما يلوجوا عليهم، اما كي تشوفهم يفرحوا بالكتاب ويلوجوا باش يشريوا ويدوروا معناها يسون انتريسي، تقول الحمد لله يا ربي مازال الخير في الدنيا مش في التليفونات في الكتب. أما وكا وربي يهدي، معناها ان شاء الله تولي معناها الغرض هو التربية أكثر منه مواكبتها معناتها التقدم تاع تليفونات وإنترنت، ويركزوا معناها في حياة اللي تبدأ مبنية على العقل أكثر منه على المظاهر، والخطر الجينيراسيونات هذا مجدد نحس بهم بعد وياسر على التربية وعلى الأصالة وعلى حسب نشوف مع صغيراتي. لا الحمد لله يعيشك بارك الله. هذه صورة جميلة اللي حبينا ننقلوها لكم اليوم من معرض الكتاب، أما نحب ناخذ زادة رأي الصغيرات، شنو شافوا شنو حبوا يكتشفوا؟ شنو شفتوا اليوم شنو تحبوا تكتشفوا في المعرض؟ نحبوا نكتشفوا الكتبات أي نحبوا نشوفوا الكتبات باش نقراوا. وانت شنو تحبوا تقرا ولا شنو مالكتبة اللي شدت انتباهكم؟ تو شدت انتباهي الكتب نتاع دار اليمام، على خاطر حشنا بهم في المكتب وعملنا عليهم رحلة، ويعني انت يعلموا حاجات للصغار، وانا الحقيقة انتريسي مع نتاع الكتب، على خاطر منحبش ديما نقعد فات ديما على الكرون، بعد ما نكمل الكرون ما عندي ما نعمل، ديما دونك نكمل. انا تو مكتبتي كاملة قريتها 3 مرات. يظهر لي هذا مساج جميل جدا نقفل به يومنا، والكلمة لك فاطمة. مشكورة هدى، يعطيك الصحة، شكرا لك. نرجو احنا بحذكم للبلاتو، هكا قاعدين نشوفوا في الآراء زادة متاع المواطنين والتوانسة اللي يجيوا يقبلوا على الكتاب وشراء الكتب محبة في الكتاب الحقيقة، وهذه مناسبة سعيدة جدا باش يلقاو فضاء يلم كل شيء، معناتها فيه كل الحاجات الفكرية التعليمية الأدبية الثقافية موجودة في معرض الكتاب. مازال المعرض يوفى غدوة نهار 28 أفريل. نرجع معك سي الحبيب، سي الحبيب باش نتحدثوا معك الآن على القفة. القفة هذه اللي ماهيش معبية بالماكلة أما معبية بالكتب. معبية بالكتب. حبيت بعجالة نقول إذا كان الكتاب القهوة، بين القهوة والقهوة في تونس فما قهوة، علاش الكتاب ما يمشيش للقهوة؟ لازم نتركوا الفضاءات والمركبات، هذا يدخل في اطار المقهى الثقافي موجود. علاش في باريس يقول لك كافيه في لو نهار السبت يجي ويسمعوا فيلسوف؟ علاش نخلصوا المغني ما نخلصوش الفيلسوف والكاتب والشاعر؟ علاش الشاعر ما يمشيش القهوه؟ علاش القهوه ولات معبيه توا بشباب وراهو مستقبل تونس في القهاوي يتفرجوا على الرياضه؟ ينجم نهار السبت مريره في الجمعه، انا اليوم الصباح قلت له كان يجيك شاعر قال لي نقبلوا نهار السبت القهوه فارغه. فبالتالي صناعة القراءة هو فعل ثقافي والثقافة صناعة، وبالتالي علينا أن نصنع القارئ. في الجامعة مازال الأستاذ يدخل يقري كي قبل، يلزم الأستاذ يبدل طريقة التدريس نتاعه. مرة قالت خذيت شهادة على مادام بوفاري ما قريتوش، أنا ريتها بدلت الدرس ولا يقرأ قدامي ساعتين ويعدي الامتحان على الكتاب اللي قراه ونسبة نجاح 100%. بالنسبة للقفة، شنو بالنسبة للقفة ماذا بينا كل مره نقولوا قفه معبيه بالكتب، شفتوها معبيه؟ هذه باش نزوها سعاد قلوز، مشينا لتوفيق بكار، مشينا هشام جعايط، مشينا فرش شوشان، مشينا فضيله الشابي، مشينا محمد عجينه، سنه مشى ماشيين سعاد قلوز 86 سنه، تستنى فينا ماضي 3 في النهار، وشكون باش يمشي لها؟ طلبه يخدموا على الادب التونسي، الوا ماشيين لها، باش يحكيوا معاها على اختصاصها، ايش باش يهديوا لها؟ جميل الجديد وجديد الجديد بالاهداءات، فرجوا. حلو باش. شوفوا رضا بكراع بعد بوحديبه اكبر عالم اجتماع انثروبولوجي دي كوتيديان روعه يحكي على تونس. حبيب مسيكه اروع ما فما حبيب مسيكه بالاهداءات. شوفوا السنغال عمل جائزه التلاميذ، شوفوا سيلي بين السنغال وتونس فما كما قال سي محمد علينا نشتغل على افريقيا، يزينا من الشمال ويزينا من الجنوب. شوفوا الكتاب الاخر اللي هو روعه موسوعه كامله. حبيت نقول اللي قفه ما تزيش. وحاجه الباهيه المكتبي والكاتب والناشر راهم عندهم السخاء، لو واحد قلنا له اعطينا كتاب ما اعطاناش، هذه قفه ومعاها قفه. وشوفك العين المزيانه عين التونسيه ماذا بيا نبين ونهز القفه ونقول خلي الاستاذ التعليم العالي يهز القفه
يوري زمن نحيو البلاستيك باش نحيوه قفة معبية بالكتب. كنا نهار لحد في التلفزة الوطنية، كنا نهار لحد نزل قفة 11 سنة. فمرحبا بالقراءة كصناعة وبجلسة التلاميذ في تونس. يعطيك الصحة سي الحبيب، مبادرة حلوة ومشكورين عليها، خاصة أصحاب الفكرة هذه مشكورين أنه اليوم تمشي وتزوروا الناس اللي ما تنجمش تجي. كباراتنا هما مكتبات حية، هما كباراتنا. ومشكور سي الحبيب. خلينا نزيدوا نطوروا أكثر في الحديث معك سي محمد معالج، يعني مبادرة الحقيقة مشكورين عليها. المعرض هذا معرض يعتبر معرض قيم، معرض ثري، معرض فيه برشا. قاعده نشوف الناس الكل تبارك الله. توصيه حسن بن عبد الله يعمل زوم على الكاميرا من الفوق باش يشوفوا التوانسه اللي قاعده تقبل توا على زياره المعرض. سي محمد، تقييمك لهذه الدوره والى اي مدى تعتبرها اليوم معناتها مهمه وقيمه بالنسبه سواء كان للكتاب للناشرين وللتوانسة بصفة عامة، وهل هناك إخلالات أو نقائص أنت تحب تشير لها وتذكرها؟ شكرا. شكرا فاطمة. شوف، هذه الدورة هي عمل، هو جهد من طرف هيئة نظمت هذه الدورة، وأكيد ومثل أي عمل هنالك النجاح وهنالك النواقص. هذا كل عمل بشري، يعني حتى لما شنو الحاجات اللي لاحظتم نقصين من المفروض باش مرة جاية تجاوزوها؟ ثم أشياء ناجحة، تنظيم ناجح، ثم أشياء ناقصة. الأشياء اللي احنا نعيبوا عليها هو ضعف، يعني بصراحة الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بدأت متأخر. إذا سألتوا المدام المكلفة بالاتصال اللي كانت بحذية، قالت احنا موجودين على كل المحامل الرقمية. بدأ متأخر شوية ولاحظناه هذا بصراحة، لاحظناه في الأقبال في الأيام الأولى متاع المعرض، وانتم بنفسكم لاحظتوه. ثم ضعف في الأقبال، ثم ضعف في المردود التجاري اللي هو راجع زيادة يمكن المقدرة الشرائية في الفترة هذه بالذات، يعني سوء اختيار الفترة أيضا، لأن بعد العيد وبعد رمضان التونسي يخرج يعني مقدرته الشرائية ضعيفة، وبالتالي الكتاب ما عادش يولي من الأولويات قدامه. رغم اللي احنا هالمعرض كما حكينا الساعة بالنسبة للناشرين هو أمر حياتي، يعني البعض يبيع يعني حجم مبيعاته توصل ل 80% من معدل مبيعاته في السنة كلها، يعني يبرمج الطباعة متاع كتبته، يبرمج خلاص المطبعات، يبرمج كل حاجة على هذا المدخول متاع المعرض. وبالتالي يعني لما يتراجع هذا المدخول، يعني الميزانية اللي خصصها هذا الناشر تدفع رأس، وبالتالي تصير مشاكل ويتربطوا بها المشاكل هذه حلقات أخرى اللي هما مربوطين أيضا بالناشر. هذاك علاش احنا دعينا أنه يقع تمديد هذا المعرض إلى غرة ماي حتى نستفيد من يوم العطلة 1 مايو اللي هو فيه إقبال وفيه هو زيد المعرض يلتئم معناتها مرة كل مرة في السنة في السنة، يعني مرة في السنة. وثم دول حتى تستعمل ودول أجنبية تاخذ المعرض 15 يوم مش 10 أيام. احنا قلنا بصورة استثنائية يعني نمدوا، لكن للأسف ثم التزامات أخرى؟ لا للأسف وقع رفض هذا المطلب، وقع رفض هذا المطلب رغم اللي ثم إجماع تقريب من كل العارضين، وقمنا باستفتاء يعني حتى نعرف شكون اللي راغب في التمديد وشكون مش راغب. تقريب 99% من العارضين، مخلط ما بين ناشرين وموزعين ومكتبين إلى غير ذلك، راغبين في التمديد. على خاطر بالحق أنا نعتبر، شوف، معرض ينجم يكون تنظيم من أحسن ما ثم في كل المجالات، لكن تجاريا يكون ضعيف وقت يتسمى معرض فاشل. هذا هو هذا الـ يعني المتداول لدى الناشرين في كل المعارض العربية، يعني تجد معرض فخم جدا وكل وسائل التنظيم ناجحة ومتوفرة، لكن تجاريا ما يلحقش الناشر مثلا حتى باش يخلص حق الجناح متاعه، ولا ما يلحقش باش وصلناش يربح المربوح، ما عادش نحكيو عليه هنا، نحكيو على الأقل يخلص
يخلص السطوم تاعو. يخلص السطوم تاعو يعطيك الصحة. ما نقولوش كيفاش، نقولوا نكونوا متسائلين. لا احنا ما نقولوش. خلينا مدام مدام سماح. احنا شوف ثم اختلاف شوية في الرأي. ثم مجهود، شوف ثم مجهود، هذا مجهود كبير. انا من الاول قلت ثم مجهود كبير بذلوه اخياننا وزملائنا في البرنامج الثقافي اول مره، وهذا امر، هذا امر لا نختلف فيه. هذيك المساله التجاريه سياسي محمد، تعرف تدخل المكتوب نتاع المواطن التونسي اليوم يقول لك راهو الكتاب يعتبر باهظ الثمن نتاعو. سماح هو دوره انقاذ فهو ناجح. سيادة الرئيس أنقذ المعرض، هو دورة إنقاذ. خلنا نرجع نكملوا مع مدام سماح، مازال أربع دقائق على نهاية هذا البث في هذا الفضاء. مدام سماح، أنتم عندكم زادة جناح خاص في وزارة المرأة، وبخلاف الندوات ثم عرض لمجموعة من الكتب اللي هي تثقيفية وتوعوية أيضا. شهيرات ما احناش باش تحطوا على شهيرات تونس، لكن باش تحطوا على هناك نعم تونسيات اللي هو في اطار الشراكه مع البريد التونسي. هذوما تونسيات اللوجيك نتاعهم مش كيما اللوجيك نتاع الموسوعه. الموسوعه اللوجيك نتاعها انه النساء اللواتي انتهى مسارهن او اكتمل مسارهن، بمعنى المتوفيات فحسب. المنطق نتاع تونسيات منطق اخر، هو النساء في الذاكرة والنساء الرمز والنساء الأحياء أيضا. مثلا تلقاونا موجودة معنا، عندنا معناها تابع بريدي الفلة مثلا اللي اسمها شانيل تونس، لما قدمته فلة في هذا المجال. نلقاو أيضا معنا أنس جابر، لأن أنس جابر ارتقت إلى العالمية. نلقاو زهرة السلطاني لأنها الأم الرمز، الأم الخنساء التي افتدت أبنائها لتونس في فترة صعبة علينا جميعا. نلقاو أيضا من بين منشوراتنا نلقاو التمكين الاقتصادي للنساء والأسر والفتيات. هذه فرصة للنساء وللباحثين والباحثات عن موارد رزق باش نقربوا المعلومة لطالبيها. راهو فما مشاريع منح متاع دولة تسندوا للنساء هذوما اللي في وضعيات هشاشة ووضعيات اقتصادية معناها صعبة، كما أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي. عندنا الأمه معناها النساء المعنفات أو النساء المهددات بالعنف. عندنا البرنامج الاقتصادي للأسرة، عندنا البرنامج الاقتصادي للمرأة الفلاحة، المرأة الفلاحة الموسمية، طيف التوحد قلت لكم عليه. عندنا أيضا من المنشورات اللي نحبوها برشة تنشر ونوعي بها قانون 58. هذا القانون الذي لم تكتفي الدولة التونسية بسن القانون، وإنما جعلت معه أدلة التعهد للوزارات ذات التدخل. الوزارات هذه كل وزارة قالت المسار متاعها. إذا رحلة آمن وآمنة أيضا. إلى جانب ذلك أنا بالتعليق مع القفة، عملنا ندوة اللي هي ندوة للمسنين. قلنا مسن زاده الكتاب، المعالجة بواسطة المطالعة والكتابة. أيضا وكانت ندوة ناجحة والحمد لله. كما قلت لك إلى جانب الجناح كما قلت أنت فما الأنشطة الثقافية والندوة. مشكورة مدام سماح اليحيوي، ومشكورة وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن زاد على المجهود اللي قاموا به. شكرا لك سي محمد معالج، نائب ناشر وعضو الهيئة المديرة لاتحاد الناشرين التونسيين على الحضور زاد معنا. وشكرا لك أيضا سي حبيب صالحة، جامعي ومشرف على الندوات، وان شاء الله القفه هذه توصل مطليه نتاع العشيه. توصلها ان شاء الله. شكرا لك، مشكورين على الحضور معنا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا على امتداد الاسبوع تقريبا. انا وزميلتي يسر بالحاجه عليا كنا معاكم يوميا في بث مباشر. شكرا وديع بن رحومه في الاعداد، هدى المسعدي ايضا في العمل الصحفي، مدام حياه رقيق في اداره الانتاج، حسن بن عبد الله في الاخراج، وكامل الفريق الصحفي والتقني و الحاضرين معنا في البلاتو. تحية لكم جميعا. شكرا للتوينسة الكل، في أمان الله. نرجع معكم للبلاتو.